مساء النور، مرحبا بكم لكم الحصيلة اليومية على الأخير الساعة السادسة من مساء 391 إجمالي الإصابة لكل 100,000 نسمة، 0.6 لكل 100 بعد إجراء كل حالة في حين التي أجرى المغرب المليونين والنصف منذ انتشار الوباء في بلادنا. بخصوص حالة الوفاة، للأسف الشديد تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بمعدل فتح 1 إلى 2229 حالة. رحم جميع الموتى خلال 24 ساعة الجديدة. نعتذر عن هذا الانقطاع. بخصوص الحالات النشطة أو الحالات التي لا تزال تتلقى العلاج، فقد بلغ عددها 19679 حالة بمعدل يساوي 54.2 لكل 100,000 نسمة، في حين معدل الحالات الخطيرة أو الحرجة بلغ 437 حالة، منها 54 حالة تحت التنفس الاصطناعي. بخصوص التوزيع الجغرافي للحالات المصابة ببلادنا، دائما جهة الدار البيضاء اصطدت في المقدمة بجيل 1250 حالة، 928 منها بالدار البيضاء، 72 حالة إصابة بمديونة، 66 حالة إصابة بالمحمدية، 64 بالنواصة، 56 حالة إصابة بالسطات، و32 ببرشيد، 27 بالجديدة، 4 حالة إصابة ببن سليمان، وحالة إصابة واحدة بسيدي بن نور. بخصوص جهة رباط السلع القنيطرة، سجلت 228 حالة إصابة جديدة، 63 منها بسلة، 55 بعمل صخرة التمارة، 35 بالقنيطرة، 30 بسيدي قاسم، 26 بالرباط، 10 حالة إصابة بالخميسات، و9 حالة إصابة بسيدي سليمان. جهة مراكش أسفي، سجلت 219 حالة إصابة، 180 منها بمراكش، 9 بكل من الحوزة الرحمنة واليوسفية، 4 حالات بكل من شيشة وقلعة صراغنة، 3 حالات بالصويرة، وحالة إصابة واحدة بأسفي. جهة درعا تافيلال، سجلت 140 حالة إصابة جديدة، 46 منها بالرشيدية و38 بتنغير، 24 إصابة بورزازات و23 بمدلت، 9 حالات بمدينة زاكورة. بخصوص جهة سوس مسا، فقد سجلت 135 حالة إصابة جديدة، 89 منها بأكادير، 22 حالة بتارودانت، 16 حالة بإنزكان، و4 حالات بشتوكا إتباها، 3 حالة إصابة بتيزنيت، وحالة إصابة واحدة بطاطا. الجهة الشرقية للمملكة سجلت 105 إصابة جديدة، 33 منها بعمالة وجدة أنقاد، 22 بجرادة، 17 حالة إصابة بالناظور، و15 بتوريرت، 8 حالات إصابة بجرسيف، 7 ببركان، و3 حالات بالدريوش. بخصوص جهة طنجة تطوان الحزيمة، فقد سجلت 92 حالة إصابة، 34 منها بعمالة طنجة أصيلة، 21 بتطوان، 17 بالعرائش، 10 بعمالة المضيق الفنيدق، 6 حالات بوزان، حالتين بالفحص أجرى، وحالة واحدة بالحسيمة ثم مثلها في شفشاون. فيما يتعلق بجهة بني ملال خنيفرة، فقد سجلت 86 حالة إصابة، 30 منها بالفقي بن صالح، 20 بأزيلال، 19 حالة بخريبكا، و17 بخنيفرة، في حين لم تسجل بني ملال المدينة أي حالة إصابة. جهة فاس مكناس، سجلت 62 حالة إصابة، 16 في مكناس، 15 بفاس، 9 حالات بتازات، 8 حالات بتاونات، 7 حالات ببولمان، 3 حالات بإفران، ثم حالتين بالحاجب، وحالة واحدة بمولي يعقوب وصفرو. جهة قلميم ودنو، سجلت 31 حالة إصابة، 17 منها بطنطان، 10 حالات بقلميم، 3 حالات بسيدي إفني، وحالة واحدة بالصزان. جهة العيون، الساقية الحمراء، سجلت 25 حالة إصابة،
20 بالعيون، 3 ببوجدور، حالتين بالسمارة. جهات الدخلة والذهب سجلت 18 حالة إصابة جديدة، 10 بود الذهب و8 حالات بأسرة. فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لحالة الوفيات التي كما ذكرنا تمت 35 حالة وفاة في 24 ساعة الأخيرة، فتتوزع على الشكل التالي: 9 حالة وفاة بجهة الدار البيضاء كلها بمدينة الدار البيضاء، 6 حالة وفاة بجهة الرباط سالة قنيطرة تتوزع على 4 مدن، سالة سجلت 3 حالات، قنيطرة حالة واحدة، حالة واحدة بسيدي قاسم وحالة واحدة بالخميسات. جهة مراكش أسفي سجلت 3 حالات وفاة توزع على مدينتين، مدينة مراكش سجلت حالتين والحوز سجل حالة واحدة. خصوص جهة درعا التافيلة سجلت 5 حالات وفاة توزع على 4 مدن، الرشيدي سجلت حالة واحدة ورزازات حالة واحدة، حالتين بميدلت وحالة واحدة بزاورة. الوفيات بجهة سوس ماسة تم تسجيل 3 حالات وفاة، حالة بأكادير وحالة بتالودان ثم حالة بإنزكان. الجهة الشرقية للمملكة 3 حالات وفاة، وجد حالتين وحالة واحدة بجرادة. جهة طنجة تطوان حسيمة سجلت 2 حالات وفاة كلها بمدينة تطوان. جهة بملا خنيفرة 2 حالات وفاة، حالة بفقير مصالح وحالة بابن ملال. جهة فاس مكناس سجلت 1 حالة إصابة كلها بمكناس. جهة قلميم ودنون حالة واحدة بمدينة قلميم. فيما لم تسجل جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الدخلة والذهب أي حالة إصابة جديدة. شكرا لكل متتبعينا، وكما العادة نؤكد على التوصيات الخاصة بالتدابير الاحترازية والوقائية من هذا الفيروس التي توصي بها وزارة الصحة، قبل ارتداء الكمامة وكذا احترام التباعد الاجتماعي المحدد في متر بين كل شخصين، وغسل اليدين عند كل استعمال.